السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل متابعينا ومشاهدينا الكرام من كل من كل مكان، وبرنامجكم ريفليكشن. النهارده يوم البدايات، بداية جديدة على شاشة قناة الصحة والجمال، بداية جديدة لموسم جديد من مشاهدي ريفليكشن. يسعى العديد من صناع المحتوى إلى تحقيق الشهرة السريعة وجني الأموال من خلال إنه بيقدموا محتوى غير قيم، بيقدموا كثير منه اللي هو زي المنصات تيك توك، فيسبوك، يوتيوب، وكمان بيجنوا كثيرا من الأموال وأموال كثيرة. لحين قالت مريم العذراء: مسلمة، مسلمة، جاء في القرآن الكريم: يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسية منسية. وهو التيك توك. تعتبر ظاهرة انتشار المواضيع الهدامة والغير هادفة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام وخصوصا التيك توك دي موضوع طبعا بيثير الجدل، حتى بنلاحظ ان المثقفين وبعض الفئات المجتمعية بيشجعين هذا النوع من المحتوى لأسباب متعددة. البحث عن الشهرة والربح، طبعا كلنا عارفين ان معظم اللي بيستخدموا تطبيق تيك توك بيسعوا للربح من المحتوى ده، تحقيق الشهرة والربح وجني الأموال بطريقة ظاهرة بقت بشكل يعني على جميع المنصات، منصات اليوتيوب، منصات الفيسبوك، ومنصات التيك توك اللي هو موضوع نقاشنا اليوم، حيث ان الموضوع حيث يمكن لمحتوى غير ذي قيمة ان يحصل على ملايين المشاهدات مما يترجم الى عائدات مالية ضخمة. كارثة العصر هو تطبيق التيك توك، وللأسف بقى هو المتحكم في شبابنا وأطفالنا، وبقى هو المتحكم دلوقتي في كل حاجة. كلنا عارفين التواصل الاجتماعي مجال كبير، أي حد عايز، أنتوا عارفين يا جماعة اللي بيحصل اليومين دول عن السوشيال والميديا، تمام؟ عن السوشيال والميديا اللي ماسكين التليفونات وتواصل اجتماعي، تمام؟ حتى الأطفال الصغيرين، تمام، بيروح ينزل علاقات بيتشهر عشان يلفس الناس. دي حاجة غلط بالنسبة للأطفال الكبار وللشباب، وده أكبر غلط. كما إن وسائل الإعلام والمجتمع بشكل عام بيتجاهل الشخصيات والأفكار اللي بتحمل قيمة حقيقية، وهو ما يؤدي إلى استبعاد النابغين والمبدعين لصالح التافهين. هذا التحول طبعا بيعكس أزمة كبيرة جدا 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 في تقدير القيم الحقيقية، وبيعزز من قيمة الغير هادفة. طبعا يعني الخلاصة ان الظاهرة بتاعت التيك توك يعني ضيعت كتير جدا جدا من اولادنا ومن شبابنا، وخدتهم في طريق يعني محتوى يعني صعب جدا. عايز اعرف هو لو فعلا النت اختفى عننا او اتقطع فعلا عننا، احنا مستقبلنا هيكون وضعه ايه؟ حياتنا هتكون ماشيه ازاي؟ لا، التيك توك فعلا ظاهره خطيره جدا جدا جدا، بتاثر على اولادنا بشكل غير طبيعي. عايزه اقول ان معظم الدكاتره والمهندسين، ان الشهادات العاليه القيمه في بلدنا دلوقتي ما بقاش ليها دلوقتي خلاص، يعني مش مبقاش ليها قيمة، بس وسائل الربح بقت مغرية جدا لجميع الشباب اللي طالعة. خلاص ما بقوش عايزين يتجهوا للتعليم، دلوقتي بقوا عايزين يتجهوا للتيك توك، ومش اي محتوى ملهوش قيمة بيحقق ربح، بيحقق شهرة في وقت قياسي. في حلقتنا النهاردة هي جرس انذار في كل بيت مصري، الحلقة النهاردة بتتكلم عن تيك توك. عشان كده ايه المشكله كبيره دلوقتي؟ ان بقى عالم وهمي الافتراضي ملوش اي 30 لازمه، تمام، اللي فيه ناس اشخاص تمام مش كويسين، تمام، ملوش اي 30 لازمه. عشان كده لازم نكون نعمل كلنا وقفه جاده مع اولياء الامور، عشان خاطر الاطفال، عشان خاطر الشباب، عشان خاطر جيل المستقبل. لازم نعمل وقفه جامده جدا، ان احنا لازم نحاول كلنا ازاي نستفيد من وقتنا، ازاي ان احنا نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي دي بطريقه صحيحه في وقت محدد، ويعني نحد من الظاهره اللي هي اللي بتثير الجدل اللي احنا بنتكلم عليه النهارده في برنامجنا ريفليكشن.
للأسف احنا لازم ننتبه جدا، ننتبه لأولادنا كويس جدا. أولاد كتير جدا أهليهم مش متابعين، مش واخدين بالهم منهم. النت دلوقتي، هو السوشيال ميديا عموما سلاح ذو حدين، يا إما سلاح استخدام كويس يا إما استخدام سيء. واحنا للأسف الأغلب عندنا بقى استخدامه سيء جدا جدا جدا، محتويات لا تليق بسن الصغير ولا بسن الكبير حتى. يعني لا لا، بنشوف حاجات كتيرة جدا عايزين ليها رقابة، عايزين ليها وقفة، لا ما يعني لا تصح ولا تليق خالص بالمصريين عموما. لازم يكون زي ما قالت زميلتي في رقابة على السوشيال ميديا بشكل عام. بنشوف ناس كتير قوي بتبتدي تجني أموال من السوشيال ميديا من غير ما يقدموا محتوى ذو قيمة، ولازم يبتدي يقدم محتوى ذو قيمة من خلال ان احنا نقدم المحتوى ده، من خلال ان احنا نعمل محتوى هادف. زي مثلا كان في برنامج بيتكلم زمان عالم سمسم، كان بيدي رسائل ذو قيمة كتير جدا. في حلقتنا النهارده هي جرس انذار لكل بيت مصري، هي جرس انذار لكل بيت مصري. تمام، بالنسبة للأب والأم بيهتموش للأطفال، ما بيهتموش للاطفال وسايبينهم. تمام، والاطفال اصلا ما بيسمعوش الكلام للاب والام ولا اي حاجه خالص، حتى الكبار حتى الصغيرين، وده ما ينفعش طبعا برضه. عشان كده لازم وقفه حقيقيه في حلقتنا النهارده مع اولادنا، لازم نشوفهم بيعملوا ايه، لازم نراقبهم كل شويه. ممنوع ان احنا نخليهم يستخدموا الموبايلات الا في حدود ووقت معين، وقت الفراغ، عشان ما ياثر عليهم. كمان عايزين يبقى في رقابه شويه، رقابه داخليه ورقابه خارجيه. عايزين مساعدات ان النت يبقى ليه استخدام، يعني هو استخدامه كويس ومنه الناس كتير قوي بتوصل وبتعمل حاجات مفيده، لكن احنا عندنا في مصر هنا للاسف استخدامه سيء جدا جدا، ضيع ناس كتير جدا نفسيا. من الناحيه النفسيه هو بيأثر جدا جدا برضو. اتمنى يكون حد يهتم ويسمع صوتنا، صوتنا يوصل، ويبقى في وقفه مختلفه خالص للنت عموما في مصر، لان النت فعلا فعلا بقى يعني وسيله دمار غير عاديه. يعني النهارده النت بقى تقريبا ممكن ما يبقاش فيه اكل او شرب او بس، النت ما ينفعش ما يدفعش الفاتوره بتاعته، ودي حاجه يعني حاجه احنا وصلنا فعلا لمرحله سيئه جدا جدا. اتمنى النظر للموضوع ده. النت زي ما قالت زميلتي بقى اكل وشرب، بقى كل حاجه، بس النت فيه حاجتين ممكن نستفيد من النت من خلال المنح، ونستفيد منحه اي اي تي مقدمة من وزارة الاتصال. في منح كتير جدا، وممكن نتعلم عن النت، نقرأ كتب، في حاجات كتير نقدر نستفيد منها. أتمنى نعلم ولادنا كده وما نعلمهمش التيك توك والتطبيقات. وبرضه في التيك توك ممكن نعلم أولادنا إن التيك توك فيه برضه محتوى محترم بيقدم عليه بس قليل، ونشجع المحتوى المحترم بحيث إن هو كمان يتم عرضه بعد كده على التلفزيون ونستفيد منه. بحيث تمام نعلم اولادنا تمام ازاي يبقوا محترمين، ازاي يبقوا محترمين، ما يغلطوش في حد، بالنسبه للاب والام تربيتهم يتحسنوا ليهم في كل حاجه. احنا كمان بنقول قبل ما نعلم اولادنا لازم احنا كمان نتعلم ازاي ان احنا نتعامل مع اولادنا، وازاي احنا نعمل كنترول في البيت، ان احنا نتابع الاولاد، نتابع ازاي ان احنا نخلي وقت فراغهم بيكون لحاجه هادفه ليهم، لمستوى عشان نعلم من مستواهم وطريقه وعيهم وطريقه فكرهم، ازاي ان احنا نقدر في وقت فراغهم ان احنا نشغله مثلا نكون في الرياضه، في القراءه، في حاجه ان هم يستفيدوا بيها، ننمي وعيهم عشان يقدروا يعرفوا ازاي ان احنا نتعامل مع السوشيال ميديا بطريقه ايجابيه، وازاي ان احنا نبعد عن السلبيات. هو اكيد في كل حاجه فيها ايجابيات وسلبيات، فطبعا لما احنا بنعود ولادنا ازاي ان احنا نقدر نوظف وقتنا، وازاي ان احنا نقدر نعمل ايه في وقت فراغنا، ازاي نستفيد من وقت الفراغ بطريقه سليمه وصحيحه، طبعا بننمي عقولهم وبيقدروا بيستوعبوا ان احنا نقول ان ده غلط، ان ده صح. لازم نقول يا اولياء الامور، يا اولادنا، لازم كلنا بنتعلم ازاي ان احنا بنعمل ايه في وقت فراغنا عشان نقدر نتحكم في السوشيال ميديا
والطرق ازاي الصحيحه اللي احنا نقدم بيها لاولادنا ويقدروا فيهم الطرق الصحيحه يمشوا عليها باذن الله. اسمحي لي يا استاذه عبير اسالك وتجاوبيني، يعني لو النت اتقطع عننا حضرتك شايفه احنا هنبقى وضعنا ايه؟ بصي، هو طبعا النت عندنا طبعا من وسائل التواصل الاجتماعي، هو اكيد في ليه ايجابيات وفي سلبيات. هو من ايجابياته ان احنا بنتواصل بالعالم الخارجي ومن بره ومن جوه، بنقدر بنخلص بيه اشغال كتيره، بنخلص بيه محاسبات، بنخلص بيه اشغال في وقت من. طبعا السلبيات زي ما انت شايفه التفاهات اللي احنا بنشوفها طبعاً. وطريق والطرق الغير هدافه ولا الغير بناءه أكيد. اللي بيتعاملوا بيه عشان المكسب والربح، الربح الغير الربح طبعا فطبعا كلنا بنتابع، وللاسف ان دوت دور المثقفين كمان ان هم للاسف لاحظنا في الوقت دوت ان هم كمان بيتابعوا الحاجات اللي بتنشا اللي هي هم اللي بيساعدوا في تنميه المحتوى اللي هو مش المحتوى لا يليق، يعني معظمهم ما انا لما بفتح الفيديو غيري بيفتح وغيري بيفتح، فالعامل المحتوى ده بيجيب عدد مشاهدات، فانا كده انا اللي بشجعه ان هو فعلا يبقى يعني ينتشر. فاحنا فعلا انا يعني لو النت بقى اتقطع عننا هل حياتنا تقف؟ لا طبعا. تعليمنا، اشغالنا، طب مصيرنا ايه؟ هقول لك حاجه، اتفضلي. احنا زمان كان عندنا نت؟ لا طبعا. طلع النبغات كتيره، ناس كتيره، دكاتره، مهندسين، عمالقه، فن، في كل المجالات. هل كان معاهم نت؟ لا لا طبعا. استخدموا ايه؟ العقل بالظبط، والتفكير، وازاي ان احنا بمواهبنا، ازاي ان احنا نتكلم، ازاي احنا نبدع، ازاي احنا نعمل افكار جديده، ازاي احنا نبني. فالسوشيال ميديا احنا عشان خاطر احنا الجيل الجديد دوت اخذ عليها لغى العقول. طب واشمعنى عندنا احنا يعني اشمعنى يعني مصر بالتحديد اكتر الدول استخدامها سيء للنت؟ ده للاسف بقى ما عندناش وعي او تنميه الوعي الغير كافي، ما فيش ارشاد تام لاولياء الامور قبل الاطفال والشباب. هل محتاجين التوعيه دي في الدراسه ويعني في المدارس في الكليات، توعيه بالنت واستخدامه؟ اكيد طبعا لازم يكون في توعيه، زي ما احنا بنعمل للاميه توعيه وازاي بنرشدهم ان هم زي يثقفوا نفسهم، ان زي هم يقضوا على حته الاميه، احنا لازم نقضي برضه على حته السلبيات والتفكير الغير سوي في السوشيال ميديا، وازاي ان هم بيحرفوها لطرق مكسبهم. بالظبط. استاذه منى، راي حضرتك طيب في المحتويات اللي بتبقى يعني دلوقتي ما فيش حاجه اسمها بلس اي تي، بقت يعني الفيس مفتوح، اي محتوى بيظهر بيتعرض. طبعا اولادنا بيفتحوا النت ممكن يمسك موبايل باباه موبايل، فالمحتويات ظاهره من غير رقابه وما فيهاش يعني يكون في رقابه. اول حاجه لازم يحطوا في اصلا ابلكيشن بيقفل الموبايل بحيث انه لما يظهر لابني في سن معين، سنه يبقى سن معين هو بيظهر له الحاجات المفيده بس. في يوتيوب كيدز ده للاطفال عشان الاطفال يبتدوا يتعلموا منه. رايي ان يكون في رقابه اكتر من الاهل ويبتدوا ينزلوا ابلكيشن بحيث ان يكون في تجسس على الاطفال عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل، لان العالم الخارجي الاولاد بينشأوا بيتعلموا منه كل حاجه. وحتى الصحاب يعني حتى لو اتعرفوا على ناس خارجيه ممكن تدمرهم، فده ما ينفعش خالص. طب حضرتك شايفه ان ده يكفي يعني؟ شايفه كمان ان احنا ننزل نعمل حملات توعيه للاهل ان لازم يعرفوا النت ويعرفوا اولادهم بيستعملوا النت ده في حاجه مفيده ولا في حاجه ضاره، بيستعملوه في المذاكره زي ما بيقولوا ولا ما بيستعملش في المذاكره، بيبتدي يضيع وقت بس وبيبتدي يكلم ناس غريبه ويحكي لهم حاجات غريبه وبيحصل حالات القتل. وفي لعبه كمان كانت منتشره جدا الحوت الازرق، كان في ناس كتير دي كارثه طبعا. كان في ناس كتير بتبتدي كانت بقت تعلم الناس ازاي الانتحار، بتعلم ازاي ان انتحار، بيتواصل مع شخص غريب يبتدي يقول له ارسم لي حوت ازرق، فبيبتدي لما يرسم الحوت الازرق يبتدي يعمل يجرح نفسه بآله حاده. واللعبه الثانيه اللي هي كانوا بيخنقوا وفي العاب كتير جدا منتشره منها دي سرقه العقول. بالظبط. ولعبه مريم، لعبه مريم كانت مرعبه، كانت منتشره برده على اخر فتره في التواصل الاجتماعي في السوشيال ميديا. لعبه مريم برده كانت بتقتل كتير اطفال، وفي العاب كتير ما ينفعش تنزل لسن الاطفال بس ما فيش رقابه. حضرتك شايفه ان دور الاهل يا استاذه عبير لوحده يكفي؟ دور ايه؟ دور الاهل يكفي لوحده؟ لا طبعا. لان لازم بيكون الاهل عشان خاطر يستوعبوا دوت لازم يكون في فئه اكبر بترشدهم ازاي ان هم يوعوا الاطفال،
لازم احنا لازم نتعلم الاول ازاي ان احنا نعلم اطفالنا ازاي هم يكسبوا الوقت، ازاي ان هم يستفادوا بالوقت، ازاي ان هم يقدروا يستوعبوا يعني ايه سوشيال ميديا، يعني ايه تليفون، يعني ايه وسائل التواصل الاجتماعي. فلازم احنا الاول لازم نتعلم ازاي ان احنا نستخدمه صح عشان نقدر نعلم اولادنا شبابنا ازاي هم يتعلموه. استاذ اسلام، راي حضرتك ايه في الموضوع؟ راي حضرتك اللي فيه فعلا من الشباب والاطفال تمام، بس الاطفال لما بيلعبوا كتير على تليفوناتهم وده بيأثر طبعا عليهم تمام، وده اكبر غلط للاطفال. بالنسبه لما حد يوجهه يقول له بلاش تعمل كده، تمسك في التليفون والموبايل والحاجات دي، لكن عدم سوء التفاهم فاهم تمام. بالنسبه للاب والام بيتعامل العنف مع الاطفال وده ما يصحش طبعا. طب الطفل هيفهم ازاي؟ الطفل هيفهم ازاي بالعنف والضرب والحاجات دي؟ وده اكبر غلط. غير كده في شباب برضه في تواصل اجتماعي بيكلموا على الناس السوشيال ميديا على النت تمام، اللي بيكذبهم وده ما يصحش طبعا. طيب استاذه ايات، انت طبعا عارفه ان طبعا في مرحله خطيره جدا احنا اللي هي مرحله الشباب والمراهقه. طبعا مرحله الشباب والمراهقه دي بيبقى مرحله بنقول فيها الايه، الشباب طايش شويه صح. طب احنا ممكن نقول هل ممكن الرياضه وتظبيط الوقت للطفل او للشاب ده ليه عامل في ترك المواقع اللي هي سيئه؟ ده يعني مش ليه عامل، ده يعني عامل زي انا هشبهه طبعا بالعاميه عشان يبقى واضح لكل المشاهدين. انا بالنسبه لي ان الرياضه عموما هي زي الحضانه للشاب، لو طلع منها ممكن يبقى فريسه مش للنت بس، لا يبقى فريسه كمان لاي حاجه، اي حاجه مش كويسه. انا شايفه ان الرياضه بتحمي اطفالنا جدا وشبابنا جدا، وما ينفعش الطفل ينشا من غير لعبه رياضيه هي اللي بتحميه من كل حاجه. النهارده حضرتك احنا بنتكلم على التيك توك على السوشيال ميديا، بس النهارده مشكلتنا مش تيك توك بس، النهارده عندنا المخدرات بقت كارثه رهيبه طبعا. موجوده في كل مكان، عدم الوعي طبعا. طبعا فان انا انشئ جيل او طفل في الرياضه في الجيم، فانا بعمل له درع وقايه او حصانه من اي من عقل السليم في الجسم السليم. بالظبط، ببني هنا على الاقل بقلل الخطوره شويه، نسبه الخطوره بتقل، بحمي ابني على قد ما اقدر. طبعا عارفه ان الظروف طبعا بتاعه الناس يعني اكيد صعبه، مش ممكن ما تسمحش الناس كتير عشان برضو ابقى واقعيه ان هم يعني يعرفوا يعني يعلموا ويخلوا اولادهم يشتركوا في رياضه بصفه مستمره. فهنا برضو احنا محتاجين يعني ان احنا صوتنا يوصل، لو ممكن الرياضه دي تبقى مثلا في طول فتره الدراسه هي موجوده في المدرسه الجيم، طول فتره الاجازه يبقوا عاملين برضو للولاد نشاط صيفي، بحيث ان الناس الغير مقتدره برضو تبقى برضو يعني اولادها في امان في رياضه. لكن انا شايفه ان الرياضه لا، دي حاجه دي يعني قبل الاكل والشرب. طب احنا برضو زي ما بنقول في سلبيات كبيره جدا للسوشيال ميديا، اكيد فيها ايجابيات طبعا. الايجابيات بتاعتها اللي هو زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان احنا ما بنقدرش نروح مثلا في الناس الفئه اللي هي العامه اللي هي بتقدر اللي هو دخلها محدود، اللي ما بتقدرش ان هي تدفع للجيم والحاجات اللي هي اللي فيها الرياضيه. فاحنا بنقول برضو احنا ممكن النت او السوشيال ميديا برضو فيها مواقع او فيها برامج ازاي تتدربي ازاي كده، يعني كده برضو بنستخدم ان النت والسوشيال ميديا في حاجه برضو مفيده أكيد. فده اللي احنا بنتكلم فيه، في ايجابيات وفي سلبيات طبعا. ازاي أكيد. الايجابيات ان احنا نقدر نطورها على حسب الاستخدام، وفي ايوه على حسب استخدامنا والوعي. بس للاسف الجيل اللي طالع او الشباب او الاطفال ما فيش حاجه عندهم اسمها بقى على حسب الاستخدام. للاسف احنا محتاجين الرقابه ترجع شويه، محتاجين المحتويات اللي كنا بنشوفها الاول بلس اي تي دي ترجع. لا يعني حضرتك لو ماسكه النهارده الموبايل وبتبحثي او هتلاقي المحتويات ظاهره الاول طبعاً. ما كانش فيه الكلام ده، ما كانش طبعاً. عندنا الكلام ده حقيقي. يا ريت، اتمنى ان احنا نرجع زي الاول، لان احنا وصلنا لمرحله مش كويسه خالص بجد، يعني بمثابه ان الاضاءه الحمراء نورت فعلا. فلا محتاجين وقفه محتاجين. وقفه في جدا بجد. طب استاذه منى، نقدر تقول لنا طريقه مراقبه الاطفال ازاي في البيت ويستخدموا ازاي هذه المواقع؟ طبعا بيستخدموا المواقع، في ابلكيشنات كتير حمايه جدا،
وفي الرقابه الابويه من على التليفون من خلال الاعدادات، بيخش يعمل رقابه ابويه، بيقفل له كل حاجه، بيحجب له كل المواقع، بيحجب له كل البلاس 18، بيبتدي يعرف من خلالها ابنه بيعمل ايه. في ابلكيشن بينزله بيبتدي يعرف ابنه بيعمل كل حاجه، الستوب ووتش، الساعه بتفرق كمان، ان هو يراقب اللوكيشن بتاع ابنه وبنته ويعرفوا رايحين فين. في مليون حاجه دلوقتي بقى تعرفنا ابننا وبنتنا فين. وكمان انا شايفه ان هما كمان الرقابه دي مهمه من الاب، بس يصاحبه، ياخده يصاحبه، ما يبقاش اهم حاجه، ما يبقاش بيقول له انا براقبك، لانه كده انت قصدك الاحتواء. الاحتواء طبعا. طبعا الاحتواء والموده والرحمه، يعني طبعا دي اهم حاجه. طب في حاجه بقى برضو كده يا استاذه منى، انت تفضلتي وقلتي حاجات طبعا كتيره قوي، حاجات جميله طبعا. طب افرضي ان الاب او الام دي ناس جاهله، جاهله ان هي تمسك تليفونات، جاهله ان هي تقفل الابلكيشن، جاهله انها تتعامل مع التليفون او البرامج اللي على التليفون، ايه المفروض هم يعملوه؟ وزاره الشباب والرياضه بتعمل حملات توعيه كتير جدا، وكمان بيتم فيه حملات لنحو الاميه بحيث يعرفوا يقروا ويكتبوا عشان يعرفوا اولادهم بيعملوا ايه. في كمان انه لازم يعرفوا كل حاجه، لازم الاب والام حتى لو جاهله يبتدوا يعرفوا على الاقل يقروا ويكتبوا في نحو الاميه، وبتخرج ناس كتير قوي. وفي كمان التعليم المفتوح، ما مفتوح لنا حتى لو هما جهله يبتدوا يتعلموا. التعليم المفتوح في جامعات كتير جدا مجاني، ولازم التعليم ده اساسي، هو عشان تفيد بيتها واولادها وجوزها، انا شايفه كده. والكتب، هو حضرتك عايزه تقولي ان الجهل النهارده ما بقاش ليه عذر، حتى في تطبيقات لو حتى الشخص مش قادر يقرا على التليفون او مش قادر يقرا الكلام، في تطبيقات كتير لكتب، منها كتب مثلا العادات السبعه. العادات السبعه ده بيغير حياه البني ادم، بيغير عاداته. الانسان لو عمل الحاجه لمده 30 يوم خلاص اصبحت عاده. لازم نعلم ولادنا كل حاجه، ما نقولش مثلا انا يكون اب بيدخن ويقول انا عايز ابني ما يطلعش مدخن. الابن بياخد من جيناتك وبياخد من صفاتك اللي قدامك. طيب في نقطه هنا كمان، افرضي الاب ما عندوش الوعي الكافي، ما عندوش الوقت الكافي ان هو يقدر يعمل الكلام ده كله، ممكن عن طريق الاستماع. الاستماع ان هو يثقف نفسه عن طريق الاستماع. الاستماع على ابلكيشن بينزله بيبتدي يثقف نفسه عن طريق الاستماع. الاستماع. ممكن احنا بنضيع وقت كبير قوي في المواصلات، فممكن في طريق المواصلات ده نبتدي نشغل الابلكيشن ده ونسمع فيه البودكاست. البودكاست جميل جدا وبيفيد قوي على الصبح وبيفيدنا بمعلومات كتير. بس انا عايزه اقول برضو حاجه، يعني احنا بنتكلم على الناس اللي هي تقدر تفتح البودكاست وتقدر تتعامل مع الميديا ومع الانترنت وكده. يا جماعه في ناس حرفيا هي ما تعرفش، يعني ما تعرفش في كل الحاجات دي. وبعدين عشان كده بنقول عن طريق الاستماع. لا ولا الاستماع، هقول لحضرتك ليه. لان النهارده معظم الناس ما عندهاش وقت كافي انها تتابع اولادها بسبب ظروف المعيشه. مين هيتابع اولاده؟ يعني في ناس مش كل الناس عندها الثقافه دي ولا عندها الوقت. يعني في ناس ولا بتشتغل بالظبط، في ناس بتشتغل شغلانتين عشان نبقى واقعيين برضو، في ناس بتشتغل منين بالظبط. فهنا احنا محتاجين حد فعلا يتدخل، يبقى في رقابه بجد، في رقابه. اولادنا بتضيع، اولادنا وشبابنا بيضيعوا جدا، المحتويات راحت يعني وصلت لحته وحشه جدا. لا طريق بمصريين ولا طريق بمسلمين ولا طريق باخلاقنا. المفروض يبقى في مراقبه فنيه، مراقبه في التلفزيون بالظبط، في وعي كامل. ده اللي انا بتكلم. طبعا التلفزيون والسوشيال ميديا دي اكبر حاجه داخله للشعب كله بالظبط. لكن ان انا اقول مثلا ان الاب والام يعني ممكن احملهم هم ان هم يقدروا يعني كده، تمام. لا صعب. الوقت انتهت، حلقتنا يا رب دايما المره الجاي يا رب حلقتنا تكونوا مبسوطين.